السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير، ويا ربي رمضان كريم عليكم وعلى احبابكم، ويعاد عليكم بالخير والصحه والسلامه. طبعا اول ما جيت من الدوام، بعد بنفس الدوام قلت خلي اذب اللحم على النار، عمود يستوي من وقت، لان اليوم الفطور مالتنا مرقه بامي وتمه، بس اذا اقطع اللحم هاي بس عظمه، يعني ما شلون اقطعها. خل اشوف الكتات، اي هاي انقطعت. ويمان لازم صوت يمان يطلع بعد، تعرفوه عرفتوه بعد. هسه راح اذب عليه بصل ورق الغار واسلقه، ورا ما يستوي ارجع لكم ان شاء الله نطبخ سوى البامية ونحضر الفطور سوية ان شاء الله. وانتظروني هسه شوي وراجعت لكم ابدل واذب اول شي على النار. يلا اروح ابدل. بين ما يستوي اللحم قلت اسوي كيكة الشوكولاتة الباردة، هي انا مو كلها باردة، جزء منها حار بس هي راح تتبرد بالاخير. بسكت هنا مكسرته، وهنا انا مخلية شكر ونشا وكاكاو. الشكر مخلية 6 خواشيق شكر مال اكل، كله مال اكل، 3 خواشيق نشا مليانات زين، وخاشوقتين من الكاكاو لان الكاكاو فاحم. اذا الكاكاو يعني شوية اشقر خلي 3 خواشيق، بس الكاكاو اللي استخدمه اني فاحم فينطي لون كلش قوي. راح اخلطهم هيجي ويا الشكر، انا مدلي فصص الكاكاو داخل الحليب. هنا انا عندي 3 اكواب من الحليب تقريبا، 3 وشوية يعني تقريبا 3.5 يعني، لان هو بقى شوية فدرته. اخلطهم ويا الشكر النشا والكاكاو، بعد ابد ما يفصص يعني بسع يذوب. اهم شي تتأكدون كل ما باقي فصوص، لا مال كاكاو ولا مال نشا. ندير على الحليب، العفو قهوة الحليب، ونخلطهم هم على البارد، وبعدين اخليهم على النار بسع يتماسكون، لان كاكاو ونشا فبسع راح يتماسك. نخلطهم كل الزين على البارد ونضيفهم على النار. ما راح يتأخرون عندكم ساعة. من يكمل يعني شفته تماسك وكمل، اضيف عليه هيك قطره واحده من نكهه الشوكولاته، راح النكهه تعطي طعم كلش طيب، يعني يعني تسوي بيه نكهه يعني مع الشوكولاته تعززها اكثر. وهنا راح اضيف نكهه شويه، هيها كلش كافي، يجي قليل كلش بس حتى يعني تعزز نكهه الشوكولاته بيدها. اخلطها زين هاي النكهة، اخلطها واضيفها فوق البسكت. والتزيين الوجه عادي بكيفكم اي شي، يعني مبروش زينوها، فيرمسلي، مكسرات زينوها، بكاكاو باودر هم تقدرون تزينوها. بس راح اضيفها فوق البسكت. وهسه راح نديرها، يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، ابد ما اخذت وقت على الطباخ، على السريع استوت شنو على السريع يعني هيج ماسكت. نعدي الوجه مالتها، نتركها شوية تبرد، وبعدين ادخلها الثلاجة تبرد اكثر على الثلاجة، يعني العفو بالثلاجة اليوم شوي يعني ما جاي اجمع، يعني شوية بس يطلع البخار مالتها وحرارتها شوية تقل، وبعدين ادخلها الثلاجة. شوف بعدين بشرح ازينها، لحد الان ما عندي فكرة التزيين من فوق ابد، ما عندي اي فكرة، ان شاء الله هم ارجع وياكم. هسه لحمنا استوى، راح نطبخ مرقة البامية، وانا قاعد تمنها بهاي الاثناء، حتى بينما تكمل مرقة البامية اطبخ التمن. هنا المرقة كملت لتتهدر، لها تعيش حياتها على نار هادئة، والتمن نقعته هسه الساعة 4:30 شوية بعد اطبخه بعد وقت، وبعد بس احضر التمر والخضرة. ان شاء الله التقيكم ورا ما اكمل. بعد كملت الحمص بطحينة تقريبا بعد 3 ساعة الفطور، كمل كل شيء عندي.
حتى اللي عن الجدار طفيتهن. هذا زينت بفيرمسلي اخضر، واليوم حصل هاي الكاسات، اكيد صوت يمان يعني لازم بالفيديو. استخدم هاي الكاسات اللي مكتوب بها رمضان كريم، هاي جتني هدية مو انا مشتريتها، محضرة اشياء ومواعين هنا. انا هسه راح ارتب الميز، وبقى عندي بس اجهز اللبن والعصير، ها هي الباقي كله الحمد لله وشكرا. اطلع افطار صائم، كل شي جاهز الحمد لله. فمن اكمل ان شاء الله هم ارجع لكم. سمعوا يمان يقول اني سادة باب المطبخ، هو حتى ما يدق الباب بس يقول اني. وهذا شكل سفرتنا النهائي، نعمة وخير من الله. هذا معون مقبلات، وهذا السمك اجانا اطعام صائم من جوارينا، احنا دزينا لهم وهم دزونا يعني رجعونا بالمواعين. اشوفكم التمن مال يمان ايش قد، هذا تمن يموني شوف ايش قدوته. هذا شكل سفرتنا، سهمنا وسهمكم، ألف عافية ويا رب ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة، وأقولكم مع السلامة في أمان الله وحفظه.